الرحلة ديالنا بدأت من مدينة دمنات، رحلة اللي قطعنا فيها مئات الكيلومترات من الشمال للجنوب. خدتنا المئات مدينة صغيرة ومتوسطة، ولقتنا بآلاف المواطنين. كل مدينة زرنا كانت تجربة فريدة، خلتنا نتعرفوا على هذه المدن أكثر وعن قرب. البنايات كاينين، الأطباء كاينين، ولكن العناية والاعتبار للمواطن ما كاينينش. شباب، شيوخ، نساء ورجال عندهم غيرة على هذه المدن، حكوا لنا بقلب مفتوح على المشاكل ديالها، شنو خاصها، شنو الإمكانيات ديالها، وكيفاش كيشوفوا مستقبلها، وخصوصا كيفاش أنهم يعيشوا بكرامة في مدنهم وتخلق لهم فرص أنهم يساهموا في التنمية ديالها. المستشفى واحد في المدينة ما فيه لا تجهيزات ولا أطباء لا صباح لا حتى ليل. هاد المواطنين مواطنين آخرين عطاو تشخيص ديالهم لواقع مدنهم بكل عفوية، وحلوا لينا عينينا على الإشكاليات اللي كتعطل التنمية، ماشي ديال مدنهم فقط بل ديال الأقاليم والجهات اللي كتنتمي لها هاد المدن. بالنسبة لي التعليم خاصو بزاف ديال الإصلاح، ماشي غير في وادزم، في المغرب كامل. ومن زوايا مختلفة شهادات المواطنين مكنتنا من خلق تصور شمولي على المشاكل اللي كتعاني منها عدد من القطاعات. كاين اللي كيقرا بزاف من بعد الباك، ولكن من بعد ما كيلقاش شكون يعطيه الصالير اللايق بديك الدبلوم. دابا اللي مشيتي عنده باش تقلب على خدمه كيقول لك عندي ازمه ما يمكنليش نخدم الناس. جوله مئات يوميات مدينه زادتنا قناعه ان الحل بيد المواطنين، والتشاور معهم والانصات لهم ضروره، حيت هما ولاد المدينه، ولاد الحي ولاد الحومه، حيت هما اللي عارفين شنو ناقص مدينتهم وعارفين الامكانيات ديالها وعلاش قاده. هون الناس توفي قرايتها تنصدم بواقع انعدام الشغل وما يجبروا فين يخدموا، واللي بغى يستغل دابو دالو يقيس مدينه كبيره. والجوله ما وقفتهاش ازمه كورونا، كملناها عن بعد، والمواطنين بينوا الاهتمام ديالهم بالجوله، التحقوا بنا وكيف ما ديما تحدثوا بغيره على مدنهم واقترحوا حلول مشاكلها. كنشكروا المواطنين كاملين على المساهمات ديالهم، سعة الصدر ديالهم وصراحتهم. بيناتنا عقد مسار المدن اللي بنيناه جميعا باش نشوفوا مدننا في احسن نسخه.